مثل العادة وفي كل ثلاثاء يجدد موعدكم مشاهدينا مع حلقة مميزة من برنامج كرام، مناطق وفعاليات كثيرة وجديدة تقدروا تستمتعوا فيها، ومو بس كده كمان ما ننسى الجائزة المالية 100,000 ريال للفائز عن كل حلقة يا غادة. صحيح يا سوا، خلينا نشوف سوا فين راح تكون هذه الوجهة لحلقة اليوم. الهيئة السعودية للسياحة تقدم صباحاً عسير، حيث جمعت بين الثقافة والإبداع. وصلنا عند المخشرة، الهدوء رهيب، والقرى التي تمتاز بقصورها المزينة بالقط العسيري. هو برد بس المنظر عظيم. تجارب سياحية ومغامرات تعرفنا على عادات هذه المنطقة. مرة حلو، كم قاسك. وجائزة هذا الأسبوع لمن ستكون؟ كيران الليلة 10:00 بتوقيت السعودية على MBC1. الحلو يا سهير، وفعلا بنتعرف على وجهات جديده. انا من جد نفسي اروح كل حته، ونفسي اروح رجال الماء. الماء ايوه صراحه، مع اني قربت كنت مره، وكنا انا وهي ياسمين انه قريبين مره، هي راحت انا اللي ما قدرت اروح، بس ان شاء الله حروح. بحاول انا ما رحت يعني، بس شايفه انه هي مره حلوه. لازم نروحها.